تحية لك أستاذة أمل. ابتداء كنت طرحت مع ضيفي السيد محمد الحديث بداية عن تقريبا انتهاء من خريطة الطريق، لكن سيكون مهما جدا بالنسبة لنا ونحن نتحدث عن مستقبل تونس في واقع الأمر أن نتحدث عن هذه العشرية التي وصفها ضيفي بالسوداء. كيف ثارت تونس على تنظيم الإخوان الإرهابي؟ كيف وصلت تونس إلى هذه المرحلة؟ هذا التنظيم الذي كان يهدد في الواقع هذا الوجود، يعني الوجود التونسي، هل بهذا الأمر انتهى أو وضع التونسيون نهاية للوجود السياسي لتنظيم الإخوان في تونس؟ شكرا على الدعوة، تحية طيبة لك سيدي ولضيفك الكريم. أعتقد أن مسألة المعاناة التي عاشها الشعب التونسي في العشرية الفارطة تحت حكم حركة النهضة وحلفائها، وما عاشه من تدهور سياسي وقيمي وأخلاقي واقتصادي، إضافة إلى معانيه من ثقافة الدم والاقتتال والاغتيالات والإرهاب، كل هذه العوامل ساهمت في ترذيل الوضع وفي تعميق الأزمة داخل الدولة التونسية، مما جعل الشعب يستقبل لحظة 25 يوليو 2021 وقرارات رئاسة الجمهورية في ذلك اليوم بكل رحابة صدر وبكل أمل ورغبة في التغيير وفي لملمت جروح تلك الفترة ومعالجة ما وقع من عملية تهديم للدولة التونسية وتهديم لمؤسساتها وترذيل للعمل السياسي ولكل بوادر الأمل، حتى للشباب التونسي الذي كان في تلك الفترة عازف حتى على ممارسة والخوض في الشأن العام، لا بالمشاركة السياسية ولا حتى بمجرد الذهاب والاقتراع والانتخاب وغيرها. أظن جاءت لحظة 25 يوليو كأمل جديد للشعب التونسي في إعادة بناء الدولة من جديد. عملية التخلص من تنظيم الإخوان ليست بالعملية السهلة، وهذا ربما ما يلوم البعض على رئاسة الجمهورية أنها أطالت في مسار 25 يوليو وأطالت في الإجراءات الاستثنائية حتى بلوغ لحظة تأسيس مجلس النواب الجديد وتركيزه البارحة. أظن أن مسألة محاربة حركة الإخوان ليست بالمسألة السهلة، لأن كل تنظيمات وفروع هذا التنظيم العالمي الإرهابي تعتمد بالأساس على التمكن داخل مفاصل الدولة وعلى الانتشار في جميع مفاصل الدولة. كان آخر قرارات رئاسة الجمهورية هي حل مجالس البلدية يعني عملية استكمال الحرب ضد تنظيم الإخوان الذي اعتمد على أعضاء المجالس البلدية ليبسط نفوذه حتى داخل المحليات ويبسط نفوذه داخل المؤسسات البلدية والمحلية، المؤسسات المحلية لاتخاذ القرار داخل الدولة. عملية التخلص من الإخوان تتطلب استكمال مسار المحاسبة، استكمال مسار كشف حقيقة الاختلال، كشف حقيقة التسجير إلى بؤر التوتر. ربما قمنا بخطوة كبيرة وخطوة كبرى في عزل الإخوان من المشهد السياسي، لكن يجب استكمال هذا المسار بالمحاسبة الحقيقية ومحاسبتهم على كل ما اقترفوه